همس لك شو جابك لهون؟ كنا مرتاحين منا. اكشر اشرب من دمكم انت وياه، ولك اخشي حالة الضبع عاملي فيها رجال ومضايات، ولك قتلتكم اخي الواوي. لك ابني اخوك اخذ جزاءه العادل، اخوك كان لازم يموت. وليش ما لازم يموت؟ مين قال انه لازم يموت؟ انت انت لانه اخوك كان عوايني والتالي قتله. ولك فشلت، فشلتوا كلياتكم، ما اخي الواوي عوايني. لك لازم لا لك يا بطل. ايش كان بدك تعرف انه اخوك كان عوايني ولا لا؟ روح اسأل الفرنساوي وبتعرف مظبوط. لك يا ابني عيب اللي عملته بالحارة، انت كنت ساكن معنا اكل شارب وبتعرفنا. ولك لاني بعرفكم، ولك خافوا الله، ولك اخي الواوي مالي غيره، ولك انا عم تجننوني، ولك اخي 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 مالي غيره. لك اهدى اهدى افهم القصة، ما اهدى وانت اللي رح يجنني. ما رح تجد ولا شيء، اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسمع اخوك شو عمل وبعدين تحكي لي بدك اياها، وخلي الناس روح على أرزاقها وشغالها. حاجة بقى ابن عال. هدي عمي، هدي وتعا معنا على المضافة لحتى تعرف حقيقة أخوه. تعا يلا يا جماعة، كل واحد على شغله. واللي نسوا يطلع واللي نسوا يطلع حمدي رابتي سدادة. يلا يا أخي يلا 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 فضي حيك لك. كل هالشي صار؟ ايه عمدي ايه، هاي حكاية أخوه. أخوك قاتل وحرامي وعوايني كمان. شوف عمي، نحن راح نسامحك على اللي عملته، راح نعتبره فور الدم شان أخوك، فار دمك، راح نكبر عقلنا. بس إذا بدك تضلهم بالحارة أوعك من هيك فصولة، بتشتغل بنور الله وبما يرضي أهل الحارة، عم تفهم؟ ونحن ما راح ناخذك بشريرة أخوك، لأنه ربنا بيقول ولا تزير وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم، الله يرحم، الله يرحمه ويغفر له. هيك ها، ترحم عليه وادعي له، بلكي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له. اسمع لك ابني، وهي قدام الحاضرين كله، لا حاكيك جوز كلام تحطه حلقة بأذانك. نحن ما نسينا فصولك اللي عملتها بالحارة لما كنت تشتغل مع نمر، لذلك رح نقول من هلا عفى الله عما مضى وروح اشتغل بما يرضي الله. بس وين اذا عملت حوصي لوصي تعرف شو بصير فيك. ها فهمت شو قال لك؟ إذا لعبت بدنبك لا تلوم إلا حالك، داري على رزقك وقول يا رب. كتر خيركم، كتر خيركم عمي، كتر خيركم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لازم تضل عيننا عليه، أنا مالي مرتاح له. إيه والله يا أبو ظافر هذا الحكي أكيد. الله يهديه، الله يهدينا جميعا. تفضلوا. نمس عيو وجع راس، ما بدي الله يرضى عليك. ها اخوك رحمه الله عليه اخذ جزاته. عقيد انت متاكد انه ما كانوا ظالمينه؟ لك نمس اهل حاره الضبع بعرفهم كبير ولا صغير، بيعملوا ما ضربوا حدا هيك في الباب للطاقه. واللي عملوا اخوك فيهم لو عملوا عندي بالحاره لعملت فيه مثله واكثر كمان. لا يا عقيد، هذا الواوي، هذا اخي الواوي عقيد. ولك اخوك الواوي كان عبايني، حرق المضافه وحرق الفرن وفي دم برقبته. شو بدك منهم يعملوا له؟ اه اذا قتلوه ويقولوا له الله يعطيك العافيه. نمس صار اللي صار لك عمي، روق واهدى والحمد لله اللي رجعت على الحاره بالسلامه. ما اقوم لاقي لك شغله واشتغل فيها وقول يا رب. مثل ما قال لك ابو الحكم، شوف لك شغله ودور على رزقتك وقول يا رب. مثل ما فهمتك ها، اي وجع راس بحاره الضبع ما بدي. خلصت انا ما خلص لك، روق روق اللي صار صار لك عمي. صلي على النبي. لا شوف صلي على النبي. اللهم صل على النبي. امشي لالا امشي معي لك خال، امشي بالاذن عقيد. الله معكم، مع السلامه. خلص من هون، امشي من هون. لك من هون، لك امشي من هون مثل ما بدك.
اجت عمي؟ لا لسه ما اجيت. تجيني مشي يا الهي. الف الحمد لله على سلامتك. يلا شو طابخ؟ والله ما لي طابخ شي يا فوزيه. بالله وهيك عم تقلي اياها مالك طابخ شي؟ ما عنا شي. شو بدي اعمل؟ شوربة عدس. لك امبارح عملنا شوربة عدس، واول امبارح شوربة عدس، والجمعة الماضية كانت كلها شوربة عدس. ايه قول لحالك انا ما بعرف، بدي اكل، جوعانة. انت ليش هيك عم تحكي لك فوزية؟ شلون بدك احكي معك يعني؟ شلون بدك يعني احكي معك؟ بدي اكل يعني بدي اكل، تعبانة ليل ونهار انا. عم بتهتيني يا فوزية انك عم تشتغلي؟ لا ما عم هتك، دبر راسك، بدي اكل، انا تعبانة وشقيانة كل نهاري. شو؟ تعبانة وشقيانة، رجال اخر زمان، فايتة تسطح لي شوي لبين ما تجهز اكل، فهمت؟ فهمت. يلا يبعت له حمى لخضك يا أب بدر. يا الله يا الله. مساء الخير. أهلين أبن عمي. أسلمون. شو عم تعملوا؟ عم نحكي زيارة للولد. جالت صبي ولا بنت؟ لا يخي صبي 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 ولا بنت؟ صبي 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 ابن عمي. ايوه حدا منكم عم يتوحى مع الحلو؟ قطيع على الحلو مين بده يتوحى ابدا. ايوه الله يرضى عليكم. طيب اللي دورة اليوم بالشغل تروح تعمل لي كاسة شاي. يلا شو مخونة شك عم تكسوني؟ تروح اعملوا كاسة شاي. دور مين اليوم؟ ابن عمي اليوم دور فايزة. لعم شو كذا؟ لا يا بي مو دور خالتي فايزة اليوم. لكن دور مين يا بي؟ دور امي يا بي. يا خلاص يا ولي لسه امبارح كان دوري بالشغل. لا ما كان دورك انت اليوم، دورك متذكره. شو تفضلتي ودخانه مو على اساس دور فايزه وهلا صار دور لطفيه؟ شو قصتي؟ مو عيب عليكي تكذبي يا هدى؟ كذابه لانه ماني كذابه، نسيت عم قلكم. ما لها اليوم دوري، روحي اعملي لنا كاس شاي خلصيني. بس انا امبارح كان دوري. اوهو علينا، بدكم تعملوا لنا عراضه مشان كاسه شاي؟ روحوا انتوا الثلاثه سووا لنا ضراب السخن. يلا تحركوا يلا تحركوا. يخرب بيتكم يخرب بيتكم. قولي بشو عم تفكر يا بي؟ بشو عم فكر؟ عم فكر قلعوا لهدول الثلاثه اللي عندي. انت شو رايك؟ لا يا بي حرام. حرام ما لك دخيل عينك يا بي. يا بي انزلي جيبي هالتمرات ومية زمزم خلينا نشرب. يلا انزلي انزلي. امو تكرم عينك. صليت شي؟ ما صليت، ماني متوضي. طيب تعرف تصلي؟ ما بعرف. ولا يهمك، هلا منروح على حمام السوق منتحمم ومنرجع بعلمك الصلاة. يلا كفي أكلك. بستان جديد عقيلي؟ ايه بستان جديد. شبك؟ لا لا ولا شي. بس يا عقيل انت خسرت ضمان البستان الأولاني وهلا بدك تضمن بستان جديد؟ ايه الرزاق رب العالمين مرزوق. بعدين شو بيصير يعني؟ اللي كاتبه ربك بده يصير. ونعم بالله يا عقيل، بس عدم المؤاخذة، أنت معك مصاري تكفي لضمان بستان جديد بعد اللي خسرته. لا هاي ما حبيتها منك لك مرزوق، ما حبيتها منك منوب. أول باشتان بيت السبع ما بيخلى من العظام، تاني باشتان أنا قصرت ما عم منك شي، ما دفعت لك حقك كلياته على دوز بارا. أعوذ بالله يا عقيل، الله وكيلك أنا عم أحكي هيك مشانك. سلم مشانك معناته سكر والحاني. أمرك عقيل لاحقك.